مرحبا، هذا الأسبوع فريق بيزنس بلانيت في ريغا عاصمة لاتفيا. البلد عانى كثيرا من الأزمة في السنوات الأخيرة، لكن المؤشرات الاقتصادية ارتفعت. النمو مثلا قد يصل إلى حوالي 4 أو 5% العام المقبل. روح المبادرة ساهمت في هذا النمو بشكل كبير هنا في السنوات الأخيرة. بعد أن عاش حوالي 10 سنوات تقريبا في جنوب شرق آسيا، لا سيما في تايلاند، زيفرست كينز افتتح أول مطعم تايلاندي في ريغا عاصمة لاتفيا. النجاح كان فوريا، حيث تمكن من إيجاد 7 وظائف. أما مبلغ الأعمال فإنه أكثر مما كان يتوقع. عشت في بانكوك، رأيت أن هذا النوع من الطعام ونمط الحياة غير موجودين في لاتفيا، فراودتني فكرة تأسيس مطعم متخصص بالغذاء التايلاندي. مطعم بسيط وبأسعار معتدلة ومتاح للجميع، لكنني واجهت صعوبة في توضيح مفهوم المشروع للمستثمرين. لكن في نهاية المطاف نجح كينز، ويعتزم الآن فتح مطاعم تايلاندية أخرى في ريغا. لبدء نشاطه تمكن من الحصول على قرض بمبلغ 65,000 يورو ومنحة قدرها 10,000 يورو. حصل على هذه الأموال من خلال برنامج نيو ستارت الذي بدأت لاتفيا بتنفيذه مع الصندوق الاجتماعي الأوروبي. الهدف هو تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عاما و 40 عاما من تنفيذ أفكارهم التي تهدف إلى إنشاء المشاريع. من خلال دورة المحاسبة المالية هذه تعلمت كيفية إدارة أموالي وكيفية توظيف الموظفين في لاتفيا وضرورة احترام القانون وكيفية التصرف وما الذي يمكن أن ينجر عكس ذلك. الصندوق الاجتماعي الأوروبي الذي استفاد منه كينز من بين الجهات المالية للاتحاد الأوروبي التي تعمل على مساعدة البلدان التي تعيش الحالة الأكثر صعوبة في هذا الوقت من الأزمة. في لاتفيا البرنامج بدأ في عام 2009. بموجب برنامج نيو ستارت، لاتفيا تمكنت من تأسيس 700 شركة وإيجاد 1,300 وظيفة جديدة. إنه مؤثر جدا. مفاتيح النجاح في رأيي هي: أولاً الفكرة، ثانياً العمل الجاد، وثالثاً إيجاد التمويل. لهذا من الضروري أن تجذب فكرتك المستثمرين.